مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. طيب اليوم موضوعنا، هل جسدك المشاعري مريض؟ راح نناقش اختبارنا اللي قلت لكم عليه أمس. المفروض كلكم رحتوا الموقع وحصلتوا على الاختبار، وكلكم معكم أوراقكم، أو على الأقل فاتحين على الاختبار، ونبغى نحل الاختبار مع بعض ونشوف كل شخص وش وضع جسد المشاعري. هل فعلا أنت محتاج أنك تشتغل على جسدك المشاعري، ولا جسدك المشاعري اوريدي متطور، اوريدي يعني انت وصلت لمكان جيد، ما تحتاج اي شيء اضافي، كل شيء مضبط وكل شيء مرتب عندك. طيب معكم الاوراق، معكم الاوراق. طبعا كثير سالوني عن حرف الزاي. حرف الزاي هو ولا شيء، يعني ما المفروض انك تفكر فيه او تجمع، يعني هو بس عشان نطلع بعض العوامل برا. اللي ما حصل على الورقة إلى الآن يروح يحصلها، الرابط في البايو، رابط الموقع في البايو www.sumaya369.net. الرابط موجود في البايو، ادخلي مباشرة راح تلقين قدامك هذه الاختبار، أو روحي قسم الدورات راح تلقين الاختبار. لا ما يحتاج تشتركين، مجانا موجود الاختبار مجانا على الموقع، موجود الاختبار مجانا على الموقع. طيب خلونا نبدأ. السؤال الأول، أشعر بالحياد كثيرا. يعني مثلا خلنا نقول يمر عليك أثناء اليوم مواقف ما يكون لك اتجاه فيها، ما يكون تقول أنت يمين أو يسار، لا محايد. بعدين تجي مثلا أحداث سلبية تكون محايد، تجي أحداث إيجابية تكون محايد. ممكن يجيك أنت حدث سلبي أو تجيك صدمة أو تكون محايد، تحاول قدر الإمكان أنك أنت ما تنجر للأشياء السلبية، تضغط على نفسك أنك ما تنجر للأشياء السلبية، وفي نفس الوقت أنت صعب عليك تروح للأشياء الإيجابية، فأغلب الوقت عندك محايد. السؤال الثاني، أشعر بلا شيء كثيرا. لا شيء يعني ما عندك اسم لهذا الشعور، ما عندك تصنيف لهذا الشعور، حتى ما تقدر تقول هو إيجابي أو سلبي، ما في اسم ولا في تصنيف، وتحس إنه ما في إحساس حتى. طبعا هو في العمق إحساس، بس أنت مو متصل مع إحساس، فتحس إنه أصلا حتى ما في إحساس، ما في إحساس برضو. هذا اكتب نعم او لا. السؤال الثالث، اشعر بانفصالي عن مشاعري. اشعر بانفصالي عن مشاعري، بمعنى انفصال عن المشاعر، بمعنى انه تحس انه كأن مشاعرك شوية بينك وبينها مسافة، بينك وبينها مسافة، أنت مو متصل معاها. تحس أنه كأنه المشاعر بتجي بكرة، كأنه صار الحدث اليوم بس الزعلة تجي بكرة، أو صار الحدث الزين اليوم بس الفرحة تجي بكرة، فكأنك يعني كأنك ما تستوعب، أو كأنه المشاعر أبطأ، كأنها كذا يعني بعيدة. السؤال الرابع، أشعر أن بداخلي أكثر من شخص أحيانا. يعني تحس أنه فيه شعور
يمين وشعور يسار في نفس الوقت، فيه شعور جيد وسيء في نفس الوقت، فيه 10 مشاعر مع بعض في نفس الوقت، فأنت ما تدري ما تدري. السؤال الخامس، أشعر بفراغ كثيراً. الشعور بالفراغ هو قد يكون قريب من الشعور باللا شيء، لكن الشعور بالفراغ كثير يرتبط بشعور انك كأنك مش موجود، كأنك مش موجود، كأنك يعني كأنك كذا احد رماك وسط كذا صندوق وضعت، اقرب ما يكون الى انه شعور الضياع مع اللا شيء كذا كأنهم مع بعض. السؤال السادس، تعرضت لصدمة منذ فترة وما زلت أتألم. يعني يمكن تكون من شهر، من سنة، من 3 سنوات، تعرضت لصدمة وكانت هذه الصدمة توجع وما زالت إلى الآن، يمكن كل ما تذكرت الصدمة، يمكن كل ما جات الطاري، يمكن لما تقعد مع نفسك تتذكر الأحداث كأنها تتجدد هذا الشعور، يعني ما زلت تتألم. السؤال السابع، أبكي بشكل مفاجئ أحياناً. شكل مفاجئ يعني ممكن تكون قاعد مع نفسك وبعدين فجأة تشعر أنك أنت تبغى تبكي، أو ممكن تكون في مكان الناس فيه فرحانين ومبسوطين وعندهم حدث كثير إيجابي وأنت تدخل حالة حزن وتبكي. ممكن مرات تروح مكان كأنه يعني لك شيء كذا وتبكي، يعني تبكي خلنا نقول في الوقت الغلط وفي المكان الغلط. السؤال الثامن، أمر بنوبات من الهلع أو الغضب من وقت لآخر خارج السيطرة. بمعنى أنه فجأة تجيك حالة خوف شديدة، يعني ما لها مبرر لحظي، ما لها مبرر لحظي، فتخاف بشكل مفاجئ، تحس انه اوكي كأنك بتموت، كأنه الحياة بتنتهي. او لحظات من الغضب مبالغ فيها، يعني مثلا يصير حدث بسيط بينك وبين شخص تقوم تسوي ردة فعل يعني مبالغ فيها، مبالغ فيها جدا، فتحس كأنه في شيء جواتك يحكمك، كأنه هذه المشاعر مسيطرة عليك، كأن أنت فقدت السيطرة على هذا الجسد ومشاعر هذا الجسد وتفكيره. بعدين تقول لنفسك إيه بس السالفة، ما تعصب، بس أنا سويت يعني نون وما يعلمون، إيه بس السالفة هذه ما تخوف، بس أنا كان عندي نوبة هلع يعني رهيبة. فهذه تحس إنه في شيء خارج عن السيطرة، كان جسد المشاعر قاعد يمشي الحالة، كأنه يعني في شيء كذا مفلوت بهالشكل. فلما يكون عندك أحد هذه المشاعر الكبيرة اللي ممكن تسيطر عليك وهي مفلوتة، يا نعم يا لا. السؤال التاسع، أهرب وأشتت نفسي عن مشاعر السلبية. شوية شوية مستعجلة عليكم. طيب نرجع. السؤال التاسع، أهرب وأشتت نفسي عن مشاعر السلبية. بمعنى مثلا الآن جتني لحظة خوف، فأقوم أفتح بسرعة يعني مسلسل أبغى أركز مع شيء عشان أتشتت عن الشعور السلبي. جتني مشاعر غضب، أقوم أكلم أحد يعني عشان كذا أخلص الموضوع، يعني أسوي أي سلوك يشتتني عن المشاعر اللي قاعدة تطلع مني. فطبعا هو نوع من أنواع الهرب من الشعور، بس انت راح تكتشفه من خلال تشتيت، من خلال السلوك المشتت للمشاعر، نعم او لا. السؤال العاشر، اهرب من الاشخاص السلبيين. يعني لما يجي شخص يتشكى ومشاعر سلبية كثيرة وتحس انه كذا يعني مليان حزن او مليان خوف او مليان غضب، تحط رجلك، تحس انه اوه علامة خطر، خلني اهج. فإذا نعم نعم، إذا لا لا.
السؤال ال 11، شعرت بمشاعر إيجابية وسلبية اليوم؟ يعني لو تتذكر يومك تقول آه أنا كنت خايف، كنت غاضب، شعرت بالعار، آه في نفس الوقت شعرت بالحب، شعرت بالسلام، شعرت بالجمال، نعم أو لا؟ السؤال 12، أتقبل شعوري السلبي وأسمح له بالتعبير؟ يعني حسيت أني أنا خايف، آه أوكي أنا خايف، أوكي خل هذا الخوف مثلا يبين أو يطلع، أو أنا أشعر بالعار الآن، أو أبدأ أني كأني أواجه هذا الشعور، أقول أوه أنا أشعر بالعار الآن، من إيش أشعر بالعار أنا؟ إيش قصة الشعور؟ من متى بدأ هذا الموضوع؟ فكأني يعني أخليه يعبر، أخليه يبين تبين معالمه، يبين تفاصيله، نعم أو لا؟ السؤال 13، أقوم بتنظيف مشاعري السلبية بين فترة وأخرى. أقوم بتنظيف مشاعري السلبية بين فترة وأخرى، يعني عندك خلنا نقول نظام أو طريقة للتنظيف. إذا اكتشفت أنه أنت عندك مشكلة مع الخوف تروح تنظف الخوف، إذا اكتشفت أنه عندك مشكلة مع الغضب تروح تنظف الغضب، أو يكون عندك مثلا يعني في ناس مثلا عندهم تنظيف مثلا نهاية السنة أو بداية السنة، أنا أؤمن بهذه، أنا أؤمن أنه نهاية السنة أو بداية السنة ممكن نسوي عمليات تنظيف. في ناس مثلا ممكن عندهم يوم في الشهر يقعدون يشتغلون ويطلعون كل يعني كل الأشياء المغبرة اللي جوا والحوسة والفوضى ويشتغلون عليها ويرتبونها. فإذا عندك يعني هذا السلوك أنك تنظف مشاعرك بين فترة وأخرى، نعم أو لا؟ السؤال 14، أتقبل الناس السلبية والإيجابية، نعم أم لا؟ السؤال 15، أتحدث عن شعوري السلبي والإيجابي بأريحية. يعني تقول عن نفسك أنه أوه أنا يعني أمس شعرت بالعار، تفشلت، أوه أنا اليوم خفت، أوه أنا أمس كنت مرة معصبة ويعني ظهر الغضب وكذا وكذا، وتتكلم برضو أنا كنت أحب اليوم، أنا كنت مبسوطة اليوم، أنا كنت يعني تتكلم عن الشعور الإيجابي وعن الشعور السلبي بشكل مريح، بشكل تلقائي خلنا نقول أو عفوي، نعم ولا لا؟ السؤال 16، شعرت بشعور إيجابي جديد خلال هذا الأسبوع. يعني استعرض الأيام اللي مريت فيها الماضية، هل في شعور مر عليك قلت أول مرة أحس هذا الشعور، وش هذا الشعور؟ شكل هذا الشعور يعني اسمه شعور الدهشة، أو شكل هذا الشعور اسمه شعور الجمال، أو أيا كان الاسم اللي بتعطيه، بس إنك تقول لنفسك واو أنا أول مرة أحس بهذا الشعور الإيجابي، واو أول مرة أحس فيه. فإذا كان هذا الأسبوع أو الأيام القليلة الماضية مريت بهذا الشعور، إنك مريت بشعور إيجابي جديد، نعم أو لا؟ السؤال 17، لم أشعر بشعور سلبي منذ أكثر من 9 أيام. يعني من 9 أيام ما شفت في أي شعور سلبي طلع برا، ما عصبت ولا خفت ولا شعرت بالحزن ولا شعرت بالعار ولا شعرت بالقهر ولا شعرت بأي أشكال هالمشاعر، ولا توتر ولا مريت بقلق ولا مريت سؤال مرة بعيد، لكن يعني يمكن أحد فيه يعني يكون يعني ما شعر شعور سلبي منذ أكثر من 9 أيام. طيب السؤال 18، لا أجد من يفهم مشاعري الإيجابية. يعني عندك فيه شعور إيجابي يمكن تكلمت فيه مع أحد، يمكن شعرت فيه، يمكن حاولت توصله للناس، بس اكتشفت انه ما في احد فهم هذا الشعور الايجابي، ما في احد يعني قدر يتصل مع هذا الشعور يفهم شعورك الايجابي هذا، نعم او لا؟ سؤال 19، اخرج نفسي من اي شعور سلبي بسهولة وبسرعة. يعني لما يجيني شعور سلبي واعبر عنه
يعني ما يطول معاي وخلنا نقول يروح، ما يحتاج وقت طويل ويروح. السؤال 20، أشعر بشعور إيجابي تجاه الأحداث والناس السلبيين، بمعنى أنه لما يصير حدث سلبي أقول أكيد الموضوع فيه سايد يعني جميل بس ما انتبهنا، أو أكيد هذا شعوري يقولي، أو مثلا أقول هذا الشخص سلبي بس أكيد عنده رسالة إيجابية مثلا. طبعا شيء كثير متقدم يعني، لكن ممكن في أشخاص عندهم هذا الشعور أنهم يشعرون بشعور إيجابي تجاه الأحداث السلبية والأشخاص السلبيين. يعني المنطق يقول أنه هذا الشخص سلبي والأحداث سلبية، لكن شعوري يقول أنه فيه شيء إيجابي. طيب، المفروض أنه سويتوا الاختبار وحليتوا النتائج، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا الآن النتائج. يعني الآن أنت تحسب حسب إيش الحرف الأكثر عندك، باستثناء أنك أنت بتطلع حرف الزاي، فتحسب إذا الأكثر عندك حرف الألف راح يكون جسد مشاعري متطور، إذا باء جسد مشاعري جيد، إذا جيم جسد مشاعري منهك، إذا دال جسد مشاعري مريض. قولوا لي إيش النتائج اللي وصلتوا لها الآن. باء وجيم يعني قصدك جيد ومنهك، إذا طلع لك اثنين خذ الأقل، لأنه حنا بطبيعتنا يعني في الغالب ما عندنا مراقبة جيدة لمشاعرنا، ففي الغالب نعطي أنفسنا شيء إضافي. جسد مشاعري منهك، طيب زاي لا يعتبر شيء، حطيه كذا على جنب ما هو شيء. جيد، جسد مشاعري جيد. طبعا في الغالب الأشخاص اللي يحصلون على جسد مشاعري جيد هم أشخاص سووا تنظيفات واشتغلوا على أنفسهم فوصلوا لهذه المرحلة. مريض، مريض، حرفين متساويين خذ الأقل. احسبيها يا براك، ما أعرف، ما لقطت الاسم، احسبها، اجمع المجموع الأحرف. منهك، طبعا المنهك خلنا نقول هو يعني زي ما نقول على وشك أن يسقط، على وشك أن يسقط. المريض أنا أعتبره سقط، المريض بالنسبة لي لما أقول لك جسد مشاعري مريض أنا أعتبره سقط، سقط. لكن هل هو سقط وراح لأشياء ثانية، ولا سقط وبس الأضرار على الجسد المشاعري ما لحقت الأضرار على الأشياء الثانية؟ لذلك الأشخاص اللي يحملون جسد مشاعري مريض يعني هم في حالة طوارئ أصلا بدون أدنى شك. جسد مشاعري مريض يعني أنت في حالة طوارئ طوال الوقت، من الصباح إلى المساء أنت في حالة طوارئ، ومن الطبيعي أنك ما تجذب، من الطبيعي أن أحداث حياتك تكون مصائب، من الطبيعي أن تكون لك أحداث سيئة متتالية وراء بعض. بالنسبة للأشخاص يحصلون على جسد مشاعري منهك قد يكونون مروا مثلا بصدمة فأنهكت مشاعرهم أو أنهك الجسد المشاعري، قد يكون مر عليهم تسلسل كثير من المشاعر السلبية اللي ما وجدوا لها حل، فبالتالي هم وصلوا لمرحلة يقول خلاص خلاص، لكن ما زال الجسد المشاعري يعني ما زال فيه أمل، زي ما نقول إنه 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 هو يعني يشيل نفسه، ما زال لم يسقط، ما زال ما راح للطوارئ. المريض في الطوارئ، في الطوارئ المريض، الجسد المشاعري المريض ممكن يسحب على الفكري، ممكن يسحب على المادي. الجسد المنهك لا، لسه ما زال هو يحاول لملمة الموضوع وترتيب الموضوع. لذلك من المهم بالنسبة لي أعتبر أن الجسد المشاعري المريض والمنهك مهم، مهم جدا جدا أنهم يشتغلون على جسدهم المشاعري، والمريض أيضا أنهم يشتغلون على قضية الصدمات، لأنه في الغالب في صدمة هم متورطين فيها. الجسد المشاعري الجيد، هذول اللي يحملون جسد مشاعري جيد هم في الغالب اشتغلوا على مشاعرهم، نظفوا مشاعرهم، قلبوها، واجهوا كثير من حقائقهم عن أنفسهم وعن شعورهم، وقفوا قدام مرايا كثير، كتبوا كثير،
تحدثوا عن شعورهم يمكن مع لايف كوتش مع طبيب نفسي كثير يعني يعني كثير طوروا من مشاعرهم. لكن مشاعرهم ما زالت قيد كونها جيدة، لم تتطور، بمعنى أنهم خلنا نقول أنهم مجتهدين لكن لم يستطيعون حتى الآن صناعة واقعهم، لم يستطيعون اللي يحملون جسد مشاعري جيد، لم يستطيعون أنهم يصنعون المستقبل، يستطيعون يصنعون أو خلنا نقول أنهم يحسنون أو يضمنون عدم تكرار الماضي، لكن المستقبل بالنسبة لهم شوية مش 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 مضمون. ليش؟ إنه ما في شيء طبعا مضمون، بس أقصد ليش؟ إنه لم يقوموا بعملية تطوير الجسد المشاعري، مما يعني إنهم هم عرضة لأي حدث أو شخص أو شيء إنه يشتغل على جسدهم المشاعري ويستولي عليه، أو زي ما نقول شكله زي ما هو يبغى، شكله زي ما هو يبغى. ومرات تكون نوايا الوعي الجمعي هي اللي تقودهم. ذلك أيضا مهم للشخص اللي يحمل جسد مشاعري جيد إنه يصل لحالة تطوير الجسد المشاعري، إنه يشتغل على قضية تطوير الجسد المشاعري. فأقول لهم مبروك إنه أنتم جسدكم مشاعري جيدة، لأنه كثير من الناس ما عندهم الجسد المشاعري جيد. مبروك انه انت تخلصت من كثير من قضايا الماضي، مبروك انه انت نظفت، مبروك انه انت وصلت لهذه المرحلة. الان من هذه المرحلة قدامك مرحلة اخرى، قدامك مرحلة اخرى فيها الكثير من الجمال، فيها الكثير من المفاجآت والدهشات، فيها الكثير من الحياة الطيبة اللي انت تستحقها. طيب حرف الزاي لا يعني شيء. من وراء رأس الفريق العمل أسألهم عن الموقع. طيب خلونا ناخذ بعض الأسئلة. إذا في أشخاص عندهم أجساد مشاعرية مريضة أو أجساد مشاعرية منهكة، أحب أني أجاوب على أسئلتهم اليوم. هل السعادة هي الفرحة؟ اللي حضر الكورس يعرف وجهة نظري، وبرضه تكلمت في انستغرام لايف مرة من المرات على هذا الموضوع، انه المصطلحات مربكة في عالم المشاعر. يعني حنا الى الان ما عندنا ديكشنري لموضوع المشاعر، وهي يعني ما أعرف متى بتتسوى هذه القصة. إذا في أحد يعني شاطر يقدر يسويها يحضر كورس خريطة المشاعر ويسوي لنا هذا الدكشنري للعالم. العالم ما عنده دكشنري يا جماعة للمشاعر. راح يأتي شخص ذكي شاطر لديه جسد مشاعري متطور ويكتب لنا هذا الدكشنري ويشرح لنا إيش المشاعر هذه. لكن حتى تلك اللحظة، حتى ذلك الحين، أحب أقول لك إنه كل واحد عندنا عنده ديكشنري خاص فيه، كل واحد عنده يعني قاموس خاص فيه. أشرب زنجبيل حبيبة قلبي. فلما تقولين فرحة، وش تعني الفرحة؟ هل هي السعادة ولا ما هي السعادة؟ أنت عندك القاموس الخاص فيك. ما أقدر أخذ قاموسك ولا تقدرين تأخذين قاموسي، ولا اتفقنا في يوم من الأيام، ولا درسنا في المدرسة، ولا درسنا في أي مكان، ولا يعني صار عندنا إجماع على هذه الأشياء. وزي ما قلت لك إحنا كثير متخلفين، كثير كثير يعني، بس وصف المشاعر ما هو عندنا، الوصف يا جماعة ما هو عندنا، ما نقدر نتفق عليه، ما نقدر. فهذا الموضوع لازم إحنا احنا لبنا يعني جدا مبتدئه في الجسد المشاعري. فما يفرق بالنسبه لنا حاليا، ما يفرق، سمي اللي تسمين وتقبلي تسميتك لهذا الشيء. جسد مشاعري مريض، هل الدوره وحدها تكفي ولا في اشياء اخرى اعملها؟
اقترح عليك كورس خريطة المشاعر، اقترح عليك كورسات التنظيف، اقترح عليك كورسات للصدمات. تاخذينهم عندي، تبغين تاخذينهم عند احد، لكن انت محتاجه اول شيء تعالجين الصدمه، بعدين تسوين تنظيف، بعدين تسوين تطوير الجذر المشاعري. يعني خلنا نقول على مراحل، او ممكن مرات تشتغلين فيها مع بعض. يعني ممكن جدا تسوين تنظيف مع تطوير الجسد المشاعري، ممكن جدا. فاشتغلي على هذه الثلاثة أشياء، هذه الطرق الثلاثة. سؤال من صديقي آدم يقول أخاف كثير من المستقبل وأحس أنه كل يوم يزيد سوء. الحقيقة أنه المستقبل يخوف، وأنه كل يوم المستقبل يزيد سوء، وفي نفس الوقت المستقبل جدا مبهر، وكل يوم يزيد حزن. لكن السؤال المهم، أنت راكب أي باص؟ أنت راكب أي باص؟ إذا أنت راكب باص الخوافين والغاضبين والأجساد المشاعرية مرتبكة، في الغالب راح تروحون لهذا المستقبل اللي يخوف، راح تروحون لهذا المستقبل اللي كل يوم يزداد سوء. وانتم في الباص راح تلاحظون ان المستقبل كل يوم يزداد سوء، وراح تسأل كل اللي موجودين في الباص، راح يقولك نعم انت صادق. كل اللي في الباص كلهم عن بكرة ابيهم، من اولهم لاخرهم، كل شخص تقدر تشوفه او تسمعه بيأكد لك انه فعلا الوضع يزداد سوء، وانتم تمشون 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 والوضع يزداد سوءا. لكن لما تكون راكب الباص الثاني وناس يحملون معتقد مختلف تماما وشعور مختلف تماما عن المستقبل، ويرون انه المستقبل كل يوم يزداد حسن او يزداد جمال او يزداد سلام او يزداد وناسة او متعة، وهذول لما يسألون كل اللي حولهم راح تأتي الإجابة مثل ما هم قاعدين يشوفونها. فالخيار لك الآن، خيار لك أنت، أنه أنت تحدد وين أنت رايح. والشيء اللي يحتاج إلى كثير من الانتباه في مرات كثيرة، أنه أنت لا تستطيع أنك أنت لما تكون راكب الباص الأول لا تستطيع أنك أنت تتضارب مع الناس عشان تقنعهم بأنه الأمر يزداد حسن. يعني لما تكون راكب الباص الأول رايحين للمستقبل المخيف، لما تقول لا خلونا نتفائل يا جماعة، خلونا نتفائل، فتحاول تقنعهم، تحاول تتهاوش معاهم، تتضارب معاهم، ما راح يقتنعون، ما راح يقتنعون، لان هم كثير عندهم اشياء يعني واضحه ومنطقيه تدل على انهم هم رايحين، يعني رايحين 60 داهيه. في كثير من الاحيان مرات احس انه نحتاج مرات ان نجمع الطاقه من جوا. كثير من الأشخاص يفشلون في التغيير أو التطوير لأنهم يعتمدون على برا. ولما أنت تكون في المعاناة وتكون في الباص الأول، في الغالب ما في واحد من اللي حولك راح ينقذك، وما في واحد من اللي حولك راح يدعمك لما أنت تقول أو والله أنا أبغى أنزل أو غير الطريق أو بفكر طريقة مختلفة، لأنهم لا يستطيعونهم يشوفون الشيء اللي أنت قاعد تشوفه. ولو قلت لهم ترى في مستقبل جيد بس حنا ما شفناه، يقولك أنت كذاب ونصاب، وأنت أكيد ضحكوا عليك حقين هذولا وهذولا وخرابيط وكذا. وهي صراحة وجهة نظر فيها يعني كثير من الصحة داخل الباص هذاك، كثير كثير صحيحة. يعني كثير، يعني مرات بعض الأشخاص يكتبون لي في الإنستغرام لايف يقول خرابيط، ودي أقولهم صحيح صحيح، من الموقع اللي أنت فيه الكلام اللي أقوله هو فعلا خرابيط. الكلام اللي أقوله وفقا للدائرة اللي أنت فيها لا يمكن أن يكون صحيح، لا يمكن، لا يمكن.
يعني تخيل انك انت تروح لشخص هو لديه ايمان، وانا اعتبر الايمان شعور، ولديه ايمان تام في شيء معين، وبعدين تقول له عن شيء ثاني يقولك خرابي، اقول صحيح صحيح، لان الحقائق تتشكل وفقا لايماننا. فما نقدر نقول انه كل واحد يملك الايمان الصحيح، وكل واحد يملك الحقيقة الصحيحة، وبالتالي كل واحد يرى المستقبل بمنظوره الصحيح. يعني كل واحد هو يعني شايف الشيء بالنظارة الصحيحة اللي هو شايلها. فأنا يعني أميل كثيرا إلى فكرة أنه لما أنت تبغى تغير مسارك أو تحرف مسارك، يمكن قد تحتاج أنك شوي تتكنكن على نفسك وتجمع الطاقة من الداخل، يمكن لأنه عشان تشوف برا يحتاج كثير تشتغل جوا، عشان تشوف الباص الثاني يحتاج كثير تركز على نفسك وتشتغل على نفسك كثير من الداخل، حتى تكون نسخة لا تشابه هذول اللي حولك، فتنتقل لمكان آخر أو إيمان آخر. ماذا عن الشعور الذي يقول لنا بأننا لا نعرف شيئا واضحا عن أنفسنا؟ هو في الغالب شعور كثير صحيح، وهو كثير مؤلم، كثير مؤلم. يعني لو أتكلم من اليوم إلى بكرة عن هذا الموضوع، يعني يمكن إحنا نعرف في الجغرافيا أكثر مما نعرف عن أنفسنا. ترى أنا ما أبالغ، ترى يعني أنا درست جغرافيا في سنوات متعددة، درست اللغة العربية والإعراب والرفع والنصب والجرة والضمة كثير كثير، درسنا التاريخ وعجلنا في التاريخ سنوات طويلة، كثير كثير درسنا في التاريخ. ما أذكر خلال كل حياتي اللي مريت فيها أنه أحد اهتم أنه إحنا ندرس مشاعرنا أو نفهم أنفسنا، ما في كذا بكل بساطة. يعني الجغرافيا أهم مني، التاريخ أهم مني، الأرقام أهم مني، أحسب نظرية فيثاغورس أهم مني. طب يعني في أشياء حتى تفكر تقول طيب أنا وش استفدت من الموضوع؟ طبخ أهم مني. يعني أذكر لما ندرس، درسنا حنا على زمني، ما أدري على أزمان هذه لازلوا يدرسون، يعني درسنا الخياطة، كنا ندرس وش الغرزة هذيك، الغرزة كذا اللي خطوط والغرزة اللي إكسات، والله ضيعنا وقت كثير، وغرزة إيش، عش الطير، وغرزة واو زمن حنسني قاعدة أتذكر غبار. يعني ما أذكر أني احتجتها في حياتي، ما أذكر يعني سنوات طويلة وحنا ندرس الغرز ما أذكر أني احتجتها في حياتي، يعني ما أذكر أبدا يعني ديش مدرسونا وش حب، على الأقل يعني على الأقل شيء مهم يوميا في حياتنا نحتاجه. ما حد درسنا كيف نتخذ قرار. شوف هذا اللي كل دقيقة أنت مطلوب منك تتخذ قرار، كل ساعة في حياتك فيها مجموعة من القرارات. ما حد قال لنا على الموضوع. فلما تقولين أنا يعني عندي شعور إني ما أعرف عن نفسي، أحب أقولك برافو. ترى على فكرة أغلب الناس لا تعترف بهذا الشيء، أغلب الناس ماشي في الحياة في باص طاير، كلهم على بعضهم ما يعرفون أنفسهم، ويعتقدون أنهم كل واحد أبو العريف وأبو اللي فاهم الدنيا وكل ما في الدنيا وفاهم، يعني فاهم الدنيا على أصولها. عجيب، شلون متى بس قل لي أنت فهمت الموضوع ولا أحد فهمك الموضوع. فلما يجيك هذا الشعور،
احب اقول لك انه الشعور هذا حقيقي وجيد انه انت تعترفين بهذا الشعور، جيد انه انت تعترفين بهذا الشعور لانه انت وصلتي مرحله، على الاقل ما كنتي في مرحله الشخص اللي يقول لا انا فاهم وعارف وما يحتاج. فهو شيء جيد، بدايه جيده، تعتبر بدايه جيده. تقول ما ندرس خياطه هالحين، عجيب شالوا الخياطه عنكم. يعني ضيعوا وقتنا احنا. طيب وتدرسون طبخ؟ درستوا طبخ؟ احنا درسنا طبخ، كنا نروح للمطبخ والمعلمه يعني تحط عادي، يعني قال لكم كنا نطبخ اشياء خنفشاريه، نطبخ كيك سكر وطحين وكله حوسه على حوسه، وكنا بعد درسنا رسم. لا ما زلت ممتنه لدراسه الرسم، كثير قضيت ايام جميله في دراسه الرسم. وش بعد درسنا؟ وش بعد درسنا؟ كثير اشياء. اقتصادي صح، يسمونه اقتصاد منزلي صح، اقتصاد منزلي. ايه فرح تقول هل صحيح ان كل شيء قابل للاصلاح؟ ما احب ارمي العلاقات وراي لاني مؤمنه انه اذا نريد نقدر نصلح. شوفي هذه مجموعه من المشاعر اللي عندك، يعني ما يصلح انا اعطيك مثلا قناعتي في الموضوع لانه الموضوع يرجع لجسدك المشاعري. جسدك المشاعري يشوف انه كلمه اسف تعني شيء، كلمه اسف تعني انه اوه قفلنا كل الجروح ورتبنا كل شيء. بس في شخص اخر جسد المشاعري كلمه اسف تعني نو نوت اني مور، ما ابغى ولا اسف ولا شيء، باي باي. فيختلف شعورك، يختلف احساسك تجاه الاشياء اللي حدثت لك. في اشخاص يصلون الى مرحله انه انا مثلا جاني شعور الخيانه من هذا الشخص بنسبه 5% خلاص اوت. في شخص يقول لك اتس اوكي نسبه 5% لكن ما وصل 10%. فانا اشوف انه انت من المهم انك تتصالحين مع شعورك انت، لانه في النهايه العلاقه علاقتك والجسد المشاعري جسدك. يعني ما ابغى تقومين بعمليه اصلاح لهذه العلاقه وبعدين تقولين والله كان من الاول هذا الشخص تعبان بس انا عديت وعطيت فرص ما كان يستحق الفرص. لا ابغاك تقولين انا كنت ابغاه مستمر في حياتي، انا كنت ابغاه وكنت مؤمنه بالاصلاح. بهالطريقه انه انت ما تشعرين بكره باللوم او تزعلين على نفسك او تأنبين نفسك او تعيشين شعور القهر ليش انت اتخذتي هذا القرار وليش سويتي هذا الشيء. سؤال ليش جسدي المشاعري هش؟ اقل شيء ممكن يدمره ايش؟ انا مو قويه، ليش انا مو قويه واتخطى بسرعه؟ اول شيء احب اقول لك انه الجسد المشاعري عباره عن بناء، وهذا البناء يحتاج لعمل، مثل بالضبط الجسد الفكري ومثل بالضبط الجسد المادي. الجسد المادي من يوم كنا صغار كان في ام او اب يوكلونا يشربونا يعلمونا كيف الاشياء الصحيحه، لما مرضنا اعطونا دواء واعطونا اشياء تقوي مناعتنا، بحيث انهم قووا هذا الجسد ووصلوه لهذا العمر. وبعدين انت استلمت الجسد، صرت مسؤول عن جسدك، توكله وتشربه وتخليه ينام وتخليه يسترخي وكذا وكذا وكذا. فانت طوال الوقت تشتغل على هذا الجسد المادي طوال الوقت عشان تخليه اقوى اقوى اقوى، ايا كانت الطريقه تكون صحيحه او غلط، بس في جهد يبذل لهذا الجسد المادي. نفس الشيء تعال الجسد الفكري، تبدا من يوم انك طفل امك او ابوك يعلمونك ماما بابا الف باء جيم اي بي، وهكذا شوي شوي يدخلونك للمدرسة، يبدون يعلمونك الجغرافيا والتاريخ، ويبدون يعني يحشون راسك بكل الأفكار بناء على ما يؤمنون به أو بما على ما يعتقدونه، وبالتالي تنبنى عندك المعارف، بعدين تنبنى الأفكار، بعدين تبنى المعتقدات، بعدين تبنى المفاهيم.
وطوال الوقت حتى الآن أنت طوال الوقت ممكن تقرأ كتب، ممكن تحضر محاضرة، ممكن تحضر كورس، كثير أشياء طوال الوقت إحنا نقوي الجسد الفكري. لكن تعال قل لي وش سوينا عشان جسد مشاعري؟ وش سوينا؟ كثر خيرنا، كثر خير العائلة اللي عندها أم تلم وتضم وتقول يا حبيبي وحبيبتي، هذا كثر خيرهم، كثر خيرهم. ويعني من النادر انك تلقى ام واب كلهم يطبطبون ويعطون حب وحنان ويقولك ايه عادي انا احبك، ويقولك ام سوري والله انا اخطأت في حقك. يعني من يوم انك صغير والتعليم عكسي فيما يتعلق بالمشاعر، وبعدين تدخل المدرسة نفس الشيء، ولا واحد من المعلمين مؤهل ان هو يطورك مشاعريا، ولا واحد. وكل واحد يمكن قد يكون جاي من ألم أو قد يكون جاي من مكان سعيد ما أدري، لكن مش مؤهلين إنهم يطورون الأطفال اللي عندهم مشاعرية. أنت وش تسوي الآن؟ تدخل مع شلة وأصدقاء ويلا عاد هذول مجموعة مبزرة يتنمرون عليك، يغارون منك، تتضاربون، تتمعطون الشوش، وهاي تجربة المدرسة. تجربة المدرسة يعني يا أما تنمر يا أما غضب يا أما تنافس يا أما غيرة يا أما جابت وما جابت، قالت وما قالت، هذا إذا ما كان فيه سرقت فسحتي وسرقت ريالي يعني ما تدريش التجارب هذه اللي تراكمت مع الوقت. يمكن يطلع لك من الفصل كله يعني صديقة واحدة جيدة، يعني تحسين بالحب معاها وتحس إنه هذا الشخص يحبني، أو هذه البنت تجيب لي فسحة معاها، تجيب لي سندويتش، تجيب لي عصير، وبعدين يتطور الأمر وتطلع الجامعة وإلى العالم، كل واحد في 60 داهية ولا حد يمك ولا حد معاك، ويعني تضطر تدور لك على أحد، وكل واحد مركز على مستقبله وعلى حياته، وما حد مفكر في شعورك، ولا حد داري عن شعورك، ودكاترة الجامعة مو فاضين أصلا يطبطبون عليك. وبعدين يلا نتزوج عشان يقولون قص في قصة حب، يلا ها يمكن لما نتزوج يجي حد يطبطب علي وكذا. فجأة تطلع أم الزوج، ولا تطلع لك عشيقة، ولا تطلع لك ضرة، ولا يطلع لك جني من تحت الأرض ويخرب العلاقة، وندخل في قصة طلاق وما أعرف إيش. بعدين تجين تسأليني في إنستغرام لايف تقول ليش جسد المشاعر هش؟ ليش 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 ما يكون هش؟ هذه حياتنا، هذه التسلسل لحياتنا. وإذا اشتغلنا نفس القصة نلقى الأشخاص اللي يعيشون فوضى مشاعرية ولا حد يعرف يتعامل مع أحد. هذه حياتنا ببساطة. لذلك أنا قلت ألف مرة أنه إحنا متخلفين مشاعري، وما زلت مؤمنة فيها، وأتمنى أني أسهم ولو يعني بجزء لتطوير مشاعر البشرية. يعني أحد يشوف اللي قاعد يصير في فرنسا والشتائم اللي رايحة وجاية، يعني كذا يتفرج يقول ما أنا أضحك ولا أصيح صراحة على هالمستوى من التخلف. ما تقدر خلاص ما تقدر، يعني مستوى آخر من التخلف. فما أقدر أقول إنه عيب فيك أنت، كلنا كذا معيبين، كلنا معطوبين مشاعرياً. لا تحسين بتأنيب انه انت عندك جسد مشاعري تعبان، لكن عندك دور الان بعد ما عرفتي. رسالتي لك انه عندك دور تجاه جسدك المشاعري، عندك دور تجاه مشاعرك، عندك دور لازم تأدينه، لازم تشتغلين عليه، لازم تعتبرين انك الان انت بيبي يمكن عمرك 5 سنوات او يمكن عمرك سنة. انا الان اقول لك انه انت بيبي عمرك سنة. شفتي هذا البيبي اللي عمره سنة أو سنتين؟ ممكن أي أحد يدخل يخوفه يقول بعدين قاعد يصيح وكذا. افترضي أنه أنت هذه الآن عندك مسؤولية تجاه هذا البيبي، أنك تعلمين أنه هذا يخوف، هذا ما يخوف، شلون يحس، شلون يشعر، تطورين كل هذه المشاعر. ما في أحد طورها، لذلك جسدك المشاعر يهش. في أشخاص قد تشوفينهم حولك قد يكونون أقوى منك مشاعريا، السبب أنه قد يكون في عامل من العوامل دخلت في حياته، يعني أم جيدة، أب جيد، كان عندها أخت والله يعني تربوا مع بعض، كانوا يسوون سبورت، كانوا طوروا مشاعر بعض. يمكن شخص حضر كورس وطور مشاعره،
يمكن لما كبر حصل على حياة زوجية جيدة وقدر يطور جزء من المشاعر، لكن أغلب الناس غير واعين لهذه القصة حتى لو تطورت مشاعرهم، بمعنى أنهم يكونون مشاعرهم أحسن من غيرهم بس مش واعين إيش اللي صار في حياتهم، إيش اللي صار في حياتهم. تقول دكتورة أهلي ينتقدوني وينتقدونك لأنك ساعدتيني وهذا الشيء يزعجني. بالنسبة لي لا يزعجني إطلاقاً أن واحد ينتقدني، لكن يمكن أهلك يسمعوني فخليني أبغى أتكلم شوية. أنتم عندكم بنت يعني عاقلة ومكلفة وراح تقف أمام الله وتحاسب بنفسها، وبما أنها عاقلة وستحاسب أمام الله بنفسها فأنا ما لي دخل في الموضوع. فأنا ما يدخل في الموضوع، أنا ما جيت وطبيت عليها في البيت، خليتها تتابعني غصب، خليتها تقرأ كتبي غصب ولا تحضر كورساتي غصب. كل إنسان عاقل ومسؤول عن نفسه ومسؤول عن تصرفاته، لكن لما تكون أنت عاجز عن التفاهم مع بنتك أو ولدك طبيعي راح تبحث عن الشخص اللي أثر عليه. لما تكون عاجز عن انك انت توصل رسالتك او توصل الشيء اللي انت تؤمن فيه او فكرتك طبيعي راح تفكر بطريقة عاجزة، بتقول او مين الشخص اللي اثر عليه وين. طب مو انت جيد، عندك الفرصة الكاملة، يعني عندك الفرصة الكاملة، بنتك كانت عندك لسنوات طويلة ولأشهر طويلة ولعقود يمكن طويلة، ليش ما قدرت تأثر عليها؟ ليش ما قدرت تأثر عليها؟ مو يمكن طريقتك غلط؟ مو يمكن فكرتك غلط؟ مو يمكن فكرتك صح لكن طريقتك غلط؟ مو يمكن فكرتك صح لكن عندك جسد مشاعري متخلف؟ يعني لحظة قد نحتاج إحنا أن إحنا نتساءل عن قراراتنا تجاه أبنائنا أو تجاه أطفالنا، نتساءل للحظة قد نحتاج إلى أن نقول خطأي، هذا خطأي. يعني إذا كنت أنا شخص سيء وأفسدت بنتكم فأنتم غلطانين أنكم ما ربيتوها صح. مفروض أنك تقول أنا غلطان ما ربيت بنتي صح لدرجة أنها تابعت الدكتورة سمية، على الأقل صح؟ الشجاعة أنك أنت تعترف وأنك تقول أنه أنا غلطان، كانت تربيتي غير صحيحة ونتائجها غير جيدة. أما أنت أحب أقول لك أنه لا تلتزمين ولا تتابعيني بس أنا تابعي ناس كثير، اسمعي من أكثر من زاوية، وما يحتاج إذا أنت بتقولين لأمك ولا أبوك ما يحتاج تقولين الدكتورة سوية قالت، ما يحتاج. يعني اقتنعي بالفكرة أنت، إذا هي صح طلعيها، إذا هي مو صح حطيها في الزبالة. يعني ما يحتاج تروحين لأحد تقولين لا أنا أؤمن بالفكرة اللي الدكتورة سوية قالتها أو هذا الشيء صح لأن الدكتورة سوية قالت، لا أنا أؤمن فيها لأني الآن أؤمن فيها، سمعتها من الدكتورة سوية وسمعتها هنا أو سمعتها من الدكتورة سوية فكرت فيها وقلبتها وكنت أسأل نفسي أقبل في هذه الفكرة ولا ما أقبل، وقررت أني أنا أقبل فيها. أنا لا أحب إنه الأشخاص اللي حولك يشوفونك كشخص قاصر، يشوفونك كشخص قاصر إنه أوه في أحد قاعد يلعب في راسك، في أحد قاعد يغير راسك، في أحد قاعد يضحك عليك. ذيك مهم بالنسبة لك الآن وبكرة وبعد 100 سنة إنك أنت تعلمين كل اللي حولك إن ما تؤمنين فيه هو ما تؤمنين فيه أنت، هو هذا الشيء انه انت مؤمنه فيه، انت مقتنعه فيه. قد تكونين سمعتيه من شخص بس فكرتي فيه وناقشتيه وطبختيه وبعدين قررتي انه هذا هو الشيء اللي انت تبغين تؤمنين فيه. لا تنزعجين لانه في شخص ينتقد افكارك او ينتقد طريقتك في الحياه او ينتقد اسلوبك او ينتقد طريقة عيشك. الحياة هذه حياتك،
لازم تتذكرين طوال الوقت، طوال الوقت لأي شخص يسمعني، تذكر طوال الوقت القصة قصتك والحياة حياتك، وانت راح تقابل الله وحيدا. القصة قصتك والحياة حياتك، والألم ألمك والسعادة سعادتك، وانت راح تقابل الله وحيدا. ما في شخص كائنا من كان، كبيرا أم صغيرا، راح يتحمل الألم إذا صار، أو راح يقطف ثمرة السعادة إذا صارت، أو راح يوقف يوم من الأيام أمام الله ويدافع عنك، أو راح يوقف أمام الله ويورطك. ولا واحدة، ولا واحدة. لذلك ما حد له دخل، ما حد له دخل في القصة اللي أنا سأكتبها، وما حد له دخل إذا قصتي غلط أنا سأتحمل ألمها، وإذا قصتي صح أنا سأتحمل سعادتها، وإذا سويت شيء غلط أنا سأحاسب أمام الله وحيدا. فما يزعجني أبدا أنه في أحد ينتقد، ما يزعجني. لازم طوال الوقت تذكر نفسك وتتأكد أن القصة قصتك، عشان ما حد يضللك، عشان ما تضيع يوم من الأيام. لأن ممكن على فكرة شخص عزيز عليك جدا يجرك لذنب، صح؟ ممكن جدا يجرك لذنب. طيب هو بيدافع عنك أمام الله؟ طبعا لا، ما راح يدافع عنك. ممكن جدا شخص عزيز عليك يورطك في زواجة سيئة، هو بيتحمل الألم؟ طبعا لا، طبعا لا، ما راح يتحمل الألم. ممكن جدا شخص قريب منك يورطك في فكرة سيئة، في معتقد سيء، هل راح يدافع عنك في أي مكان؟ هل راح يتحمل الألم من هذا الاعتقاد أو من هذا الإيمان؟ طبعا لا، طبعا لا، ما راح يتحمل. ما 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 أحد مهما كان قريب منك لن يتحمل أحد نتائج قصتك، لا، ما في أحد يتحمل. لذلك أنت بالخيار، أنت متحمل متحمل، أنت ما كلها ما كلها، زينة ولا مي بزينة، أنت لك الخيار إنك تكتبها، أو أنك أنت تسلم القلم لأحد الأشخاص اللي حولك، لأنه باعتقادك أنهم أحسن أو أفضل، أو هم أحرص، أو هم أذكى، أو هم أقدر، أو هم. وعلى فكرة ما أحد معه مفتاح الجنة برضو، عشان نتذكر يعني، كائنا من كان، صغيرا أم كبيرا، ما أحد معه مفتاح الجنة، ولا حد ضامن النفس الجنة عشان يضمن لعياله ولا أحفاده ولا جيرانه ولا شريك حياة، ما حد ضامن الجنة. خلونا نختم بهذا السؤال: هل ممكن أنتقل من الجسد المشاعر المريض للجسد المشاعر الجيد؟ نعم، ممكن جدا، ممكن جدا أنه يكون عندك جسد مشاعري مريض وتشتغل وتطور جسدك ويكون عندك جسد مشاعري جيد. ومو بس كذا، ممكن يكون عندك جسد مشاعري متطور. وأنا كثير من المرات أعتقد أنه يعني من رحم الألم تنمو المعجزات، وفي كثير من المرات حتى لو تتبعنا قصص المعجزات اللي نعرفها كلنا، كانت في أوقات ألم، وفي أوقات محنة، وفي أوقات ضيق، وفي أوقات انهيارات، وفي أوقات قيعان. ففي وقت القاع هذا، في وقت الجسد المشاعر المريض اللي انتهى وسقط، تذكر أنه في معجزة ممكن تطلعك، وتذكر أنه أغلب المعجزات حصلت في مثل هذه الظروف. لأنه في اللحظة اللي إحنا نفقد فيها الأمل بالمنطق، خلاص نقول السلام على المنطق، المنطق ما عاد يخدمني لأن المعطيات تقول كذا، في اللحظة هذه سوف تظهر قوة من الداخل تنقذك، تساعدك، تخليك ممكن تشعر بشعور مختلف، تصل لشيء مختلف. أتمنى يوم من الأيام
نتكلم عن المعجزة بشكل أكبر وأعمق إن شاء الله. طيب سوري طولت عليكم، ما انتبهت للوقت، أخذنا الموضوع اللي يبغى ينتقد ينتقد، سوري. أذكركم اللي ما حضر الاختبار راح أحفظ البث هذا، اللي ما حضر الاختبار يحصل على الاختبار من الموقع ويتابع البث مرة ثانية عشان يحل الأجوبة ويطلع النتيجة. شكرا لكل اللي شاركوني اليوم وحلوا أجوبتهم واكتشفوا أجسادهم وين. على الأقل عندنا مجموعة صار عندها وعي لحالة الجسد المشاعري اللي تعيش فيه الآن. الكورس خريطة المشاعر موجود الآن على الموقع وراح يغلق خلال أيام، اللي مهتم يقدر يسجل. وأتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.